هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. مستمعينا الكرام الرجويات والرجويين الاصدقاء ديال راديو رجاء بودكاست البيرجيكو، كنرحبوا بكم لهذا البودكاست ديال هذا الاسبوع، بودكاست سبيسيال. علاش؟ لانه هذه هي البدايه ديال شهر نوفمبر اللي كنا كنهضروا عليه، ومجموعه ديال المباريات اللي غادي يلعبها فريق الرجاء الرياضي. البدايه الديربي ضد فريق الوداد في كاس محمد السادس للانديه العربيه. بدايه فضل عبد اللهوي، مرحبا. مساء الخير يوسف الشاني. تحيه لك منير. مهدي الزكراوي، مرحبا خويا منير. واليوم راه كاينين غير بوحدنا، اليوم عندنا ان انفيتا سبيسيال، مصطفى خليف، لاعب سابق ديال فريق الرجاء. مصطفى مرحبا. الله يبارك في اخ مولاي. كلشي مزيان الحمد لله، كلشي بخير هاد الساعه. ما عرف منين غنبداو هاد الساعه. خذ راحتك يوسف وفضيل والمهدي. دابا نوفمبر غيبدا، ياك داك نوفمبر اللي كنا كنهضروا عليه شحال، هو غيبدا نهار السبت. كيفاش كيبان لك انت البديه بعد البديه ماتش هاد الماتش؟ بعدا جاب هاد المشكل ديال بن حليب اللي فهمتي، اللي شاف راسو ما لعبش الماتش الاخر مع اسفي، دونك ما لعبش حتى في اسفي، زعما ما لعبش جميع الليل، ما لعبش اسفي. دابا كاين هذا المشكل بعدا كيجري فيه لونترينور، كاين لو روتور ديال احداد، واش غادي يكون 100%؟ واخا حداد 100% ومازال ما كيبانش، ما نساجمش مع الدراري. دونك هذا هو الديربي اللي كيجي في هذا المو اللي قلت لك، لي كونترانت اللي ما تقدرش تضرب لهم الحساب في سميتو. لي كونسيكونس ديال هاد اللعابه هو في المنتخب جمعات لعب ميطه وحده مثلا مع الجزائر، ولينا حنا سفيان احدد ولا يعني كيتعالج والدراري كيترينيو. مي كيبان ليا سي فري كيقولوا بان الديربي ما كيعرفش هذا دون مي فورم، هذا في لا فورم. كنظن الديربي 90 دقيقه هي اللي غادي تكون، واكيد غادي نشوفوا جماهير ثاني ما نحضروش. ما فيش المزاح، فيش هضره. انا اللي عجبني في الرجاء هو انه كاين واحد لعيب سميتو مالونغو، على الاقل بعدا غادي يحامي ليا شويه لاك سنترال، والرحيمي غادي يحاول كيفاش يدير هو متولي. شوف واش متولي فين غيلعب وكيفاش غيلعب واش غيلعب، هذا هو لينيغما بالنسبه لي. كان غادي نسولكم مازال على كيف كتشوفوا الجروب والافكتيف اللي كاين بالمقارنه مع الماتشات اللي كنا كنهضروا فيهم شحال هذه. المهدي غير ديربي لاول مره فيه طيح ضرب طيح هذا اول مره كومبيتيسيون خارجه على المغرب. سي فري كو شي مره وقرا ديجا لعبوا في ليبيا، ولكن استام ماتش اميكال، هذا كان دوره الصقر اكزاكت، ماشي ماتش اميكال. مي هذه انا جاتني صعيبه يوسف الشاني بدا الهضره على بروبليم ديال ان جوور، الوغ كو حدانا واحد السيد اللي ضرب اكثر من 30 ديربي. كناش كنسمعوا راه مصطفى خالف ما غيلعبش الديربي الجاي، راه موقف عرفتي شناهي. الوغ كو دابا كنهضروا على اللعابه اللي بوتيتخ باقي ما داروا والو في الرجاء. لا مصطفى، انا مازال غنرجعوا لها. لا مش باغ با دو لا بريزونس ديال بن حليب خصها تكون، هو طرح المشكل ديال البروبليم. اون ان بروبليم ا جيري، ما خصوش يكون عندنا، ما خصوش يكون عندنا المشكل. بانه هو مثلا بن حليب دابا الان كيطلب باغي يلعب، كيطلب باش يسامح، باش كيدخل بانون، كيدخل متولي بري دو لونترينور، واش المكتب باغي ما باغيش. دونك او ليو دو جيري ليفيكتيف الدراري صافي، هذا تجي هذا كنديروا مشاكل راسنا. هذاك الشيء بنقول لك، دونك المشكل يتحيد لانه ستان ديربي. انا كنظن بالنسبه لبن حليب مزيان هذه الفكره ديال يبغي يلعب، لانه الديربي ما كيعرفوا الا ولد الفرقه وباغي يلعب الديربي. لهذا على الاقل المسير يشوف هاد الوجهه هادي ديال بن حليب باغي يلعب، دونك الى لورا رفض باش يلعب، باغي يعطي لهداك الماتش، باغي يعطي في الديربي، لانه الديربي كما قلت لك الديربي ما كيعرفو الا ود الفرقه. يقدر بن حليب يلعب في لي جون، لعب الديربي ميني، لعب ديربي كادري، لعب ديربي جينيور، غيعرف بان راه الديربي عنده واحد كيعرف حقه، نوعيه اخرى. احنا هاد ملي بدينا في راديو رجاء وحنا كنقولوا باللي الرجاء مازال ما كيلعب، مازال ما كاين داكشي، مازال ماشي طيب، باقي الميليو مازال ما شفناه في زعما في المستوى اللي كنا باغينو حتى لهاد الماتش ديال اسفي. دابا انا السؤال اللي كنسول، واش داكشي اللي كنا باغي نوصلوا ليه وصلنا ليه مع اسفي، ولا باقي خص واحد الماتش ولا جوج ماتشات ثلاثه الماتشات مع في البطوله باش تكون بخيل داك الديربي؟ ومن جهه اخرى
الديربي راه كيكون في لادات ديالو كيف قال مصطفى، راه خصو يتلعب، عنده واحد القيمه اللي ما خصش من واحد كاع يفكر في الماتش اللي قبل والماتش اللي تابع، راه هذا ديربي. لا هي باش نقولوا، باش نقولوا وصلنا لداكشي اللي باغينو ابري الماتش اسفي، زعما مازالين بعاد عليه. ابري ان كانت اون اميليوراسيون في الماتش اسفي، هذه كلشي شافها. مازال غنرجع للماتش ديال اسفي، غير غير كان داير كان بحال كنفتح الشاهيه، لانه الماتش ديال الديربي حنا دابا راه حنا دابا نهار السبت، راه حنا في السبت ما بقى والو، حنا الجمعه اليوم وغدا السبت. حنا في السبت، حنا فيه نفسي. انا غير بغيت نرجع مع مصطفى فاش ذكرتوا المشكل ديال بن حليب، راه قبل الديربي ديال 5-1 كان مشى المدرب كاع. اه كان مشى روقوف، كان وجا محمد، جا محمد اكزاكتومون. بحال هاد المشاكل ما خصهمش ياثروا على الفرقه، لانه كيبقى الديربي يمشي اكس ايغريك، ديربي يمشي بريزيدون، يجي بريزيدون، يمشي مدرب، يمشي لعاب، ولكن لعاب صعيب يكون عندك مشكل وسط الفرقه وما تصلحش المشكل. لان الاقل تصلح المشكل باش يبقى الجروب بسودي، لانه قدر بن حليب ياثر على الفرقه، لانه بن حليب راه عنده سميتو، عنده مكانته في الفرقه، عنده طابع ديالو في الفرقه. على الاقل يتصلح المشكل قبل من الخميس وقبل من الجمعه باش يكون الجروب سودي، ما يبقاش هذاك راه فلان عنده مشكل واللعاب كيبقى يفكر في. ولكن على الاقل ما عرفتش من خلال الاصداء اللي جايه رب ضرات نافعه، بعدا تقدر تكون دارت ليه العقل هذه هذه المره هذه. وهادشي اللي كنتمنى، هادشي اللي كنتمنى. انا انا من الناس اللي دائما دافعت عليهم، ولكن في هذه المره الاخرى هذه انا اللي ما عجبنيش هو انه بحال تمرد على واحد الانسان اللي هو اللي دافع عليه، هذا هو المشكل. وباقي الان سمعت بان المدرب كيحاول يعني لا سانكسيون ما تكونش بهذاك الوقع او بهذيك الطريقه اللي باغيين يديروا بها المكتب المسير، سواء في المستوى المالي ولا هذا. دير بوجه هذاك السيد اللي دافع عليه ودائما كان كياخذ بيديك رغم انك كنتي كدير الاخطاء، على الاقل دير بوجو وخلي الاخرين، ماشي مشكل. على الاقل باش ما باش هذا المشكل احنا زعما الرجاء ما تفكرش فيه، وتفكر غير في لا كونسونطراسيون، في اللاعبين شكون غنديروا، كيفاش غنلعبوا، لي بريم يهضروا على لي بريم، باسكو لي بريم بغينا نكره هنا راه سا موتيف. دونك راح حتى زعما ياك مصطفى تاع لي بريم ولا من غير لي بريم؟ شوف كاين القانون، كاين القانون الداخلي ديال الفرقه كيدار في الاول، هذاك كيدار في الديبيت سيزون مع لي كابيتان نيت، اشنو عليك وشنو عليك. ولكن الديربي دائما بريم سبيسيال. هذه بطوله اخرى، بطوله اخرى ماديه، هنا فيها مبلغ مادي كبير، فيها بزاف الحوايج. بطوله محمد السادس راه وزن ثقيل، هذه راه اي واحد خصو ماشي خصو يجبد سيف. على الاقل يموت في التيران، على الاقل اسم ديال اكزاكتومون. انا عنده الصح واش مدير كيضحك. بطوله السيف، لا مدير خلع السيف، راه السيف والموت، راه شرف سيمونير بطوله باسم جلاله الملك محمد السادس وما تديهاش. شوف دابا هذا ستامبياج اللي داروا في القرعه، طيحوا الوداد والرجاء باش يطيروا وحده، هذه دارت، واخا هما ما داروش رجاء والوداد في القرعه، داروهم بوحدهم وخلوهم ديربي غيلعبوا الديربي، خلاو الكواري باردين، خلاو الكواري باردين باش يعزلوهم يطيروا وحده. ولكن انا كندويك على بطوله فيها فلوس، فيها كاينه قيمه ديربي، القيمه ديالها كبيره، على الاقل نحيدوا المشاكل، نحيدوا بن حليب. بن حليب راود الفرقه، الا غادي نربيه ما غاديش نربيه بهذه الطريقه بحال كويا غنسانكسيونيه. ولكن كيعاود مصطفى، كيعاود. شوف اولا هذاك المسير راه مربي، راه غادي تسانكسيونيه، يقدر هذاك اللعاب يخرج لجهه اخرى ويدير اكثر منها، اللهم برك معاه. كاين بزاف د الحوايج اللي غادي تصلحوا بها. ماشي انا عندي واحد السؤال سي مصطفى، دابا فهاد لا فاز اللي عندنا دابا بحال هكا الديبيو د سيزون دراجه، باقي ما عارفينش شنو اون ستيتولير، باقي ما عارفينش شكون هما اللعابه اللي يقدروا يلعبوا دون سو كان. انت دوزتي بزاف ديال الدربيات مع الرجاء، في نظرك شنو هي احسن حاجه يدير؟ واش المدرب يدخل الناس اللي كيسون اون فورم، ولا يدخل الناس اللي مو عارفين شنو هو الديربي، عارفين بحق الديربي، ولا يدخل دي جون اللي كيقول راه هادو راه سي فري كو النيفو ديالهم ما طالعش، ولكن راه مفاهمين بيناتهم يقدروا يخرجوا شي حاجه الا كان الماتش كبير، يعني يكبروا نهار الماتش. في نظرك شنو خاص يدير دابا المدرب؟ والمدرب ما بيدو ما يدير، المدرب كيوجد فرقه
كما قلتي بدات لا سيزون وما عارفش باقي ما عارفش لي 11 هذا كيبقى البروبليم ديال المدرب لانه انا كان بعدا وجهه نظر ديالي البسيطه هو ان ما كانش يتغير المدرب كان غاريدو انا غاريدو كان احسن المدربين لانه كان كلعبوا مع الكره كلعبوا مع الكره ولكن وعنده القرايه زعما في التيران راه مدرب كبير انا ماشي كنزلو من القيمه ديال كارديون ولكن مدرب كبير مارس في بطوله كبيره في اسبانيا ولكن قصحيه الراس كما قلتي انت ما نزقلوش لا كوب دراب راه هو زقل لا كوب دراب قصحيه الراس بحال قلتي انت لا انا حفيدي كان مشكل هذاك كان مشكل انت دابا كتقول بان خص يعرف كيفاش يجلبو حفيدي كان اون فورم وما دخلوش تيتولير باغسو في الماتش ديال الساحل مراكش فهمتي هادشي كنقول هذاك كيبقى الا انت واعر في لو نيفو سي فري كطبق كلشي ديال لو نيفو كاين غاريدو هنا واقيلا كان صعيب يهضر معاه لا ما كاين حتى حاجه صعيبه في الكره كنت لا صعيبه في الكره ولكن غادي ريح انت ملي غادي دير معايا ان بروجي غادي تجيب مدرب غادي دير باغي ندير معاك ان بروجي ولكن ها لي ديطاي اللي عندي عندي لجنه كتبرك معاها راه عندي لجنه خصك تبرك معاها دابا اللي فهمت من كلامك مصطفى ان كتبغي الوقت اللي جا مثلا الديربي لقى الاستقرار في الجروب واخا من ناحيه المدرب ولا من اللعابه واخا الديربي كيتلعب على جزئيات تقدر ما تلعبش كره وتربح ولكن سؤال المهدي راه زعما دقيق هاد القضيه ديال واش تدخل دوك لي مصاحبين بيناتهم ومتساجمين وغيدخلوك ماتش كبير واش تدخل لي ولاد لي اون فور انا غادي نقول لك هذيك الكلمه ديال المتساجمين هو لوتوماتيزم راه ضروري خصك تدخل لوتوماتيزم الا كانت فرقه فاهمه بطبيعه الحال خصك تدخلها مصطفى انا بغيت نسولك واش في الوقت ديالك كانوا بحال بن حليبات كانوا شي كان شي تمردات اللعابه اللي معاه فيهم المشاكل بطبيعه الحال راه شك سختر جينيراسيون كتلقى جوور انا كنقلب بدا الاسترجي واش قلت لي الاسترجي الاسترجي عبد الله كورتو كبير كلشي واعره كتلقى ما كاينش استرجي انا كنعقل في لالي ماركا في ليسبوار والروتور ماركا في مع الكبار جوور اللي زعما كاين عنده لي كاباسيتي كبار ولكن المونطال عنده واحد الباكيه تبارك الله هذا كيبقى الكادراج كيبقى حتى لونتوراج كيبقى بزاف د الحوايج ما كاينش مؤطر اللي غيكادري اللعاب كيشوفوا غادي في واحد السكه وغيجوزوا لسكه اخرى باش يتقاد داك اللعاب لانه داكشي كيطلع من الجدر من لا جونيس من المينيم كادي جينيور دونك كما قال فضيل كان شي لعاب برستكم بعد مرات ولا هو ماشي كان شي نيكيب اللي كتكون سوليد واخا يكونوا واخا ما عادش يدير واخا يدير اللي دار انا بعدا دوزيام اونترينور كنت في التيران ما كانش اللي كيزحق تدخل تضرب على بريم مرحبا ما تدخلش انا عقلت حتى الناس حتى الناس اللي كيلعبوا حتى هما تبارك الله عليهم كيقول لك انا سيدي سيمانه كنتني خصني ندخل شي حاجه نهار الحد خصني نربح بيان سير مصطفى بحال ما تجبيلو واحد لاراج ديال لاراج ديال الفانكر راه خص يكون عندك في الدم ما خصوش يكون هكاك عشوائي خصك تكون باغي تربح بحال العمل تقن العمل باش تكون ديك اللوحة اللي غادي ترسم تكون كلشي يبغيها انا بغيت نبقى معك هنايا في هاد في الجيل الاولاني اللي كان فيه 3-0 5-1 ديال لا سيزون 95-96 الا جيتي تشوف تشكيله تبارك الله الضغاي بكاري ادروات الخلفيه غوش وبلاتي بكاري ادروات خلفيه غوش فهمي ريمي خليف السلامي نجاري جريندو باصير نزير اللي مريح مستودع ومريح روسي ومريح ها هما يعني صابر ابراهيم صابر داك اللي سخف حسام حسن ولا ابراهيم كيفاش هادو اللي كانوا جالسين قابلين يجلسوا والاخرين اللي وانتم لاعبين نقول لك ولا كنتم فاهمين شي شويه شوف اي مدرب في العالم كما كان فرقه كتعطي ريزلتا ما يقدرش يبدل فرقه مشات لالي كتربح بثلاثه طريفه داخل خارج اي واحد يكون بصير ما يدير شونجمون ما يديرش وبين لا فورماسيون ولكن كانت عائله كان ان جروب فيه الناس بعقلهم دراري بعقلهم كيدخلوا للتيران كنا كندخلوا 11 وكنفكروا الثلاثه اللي غيدخلوا على البريم هذا باش مشى الجروب 14 ماتش ما كاينش ماتش نيل ما كاينش خسرنا مع خريب كاينه لا كان مع المسيره بعدا في الدوره الثانيه لا خسرنا مع خريب كاع لا كان المسيره في ما خسرناش مع المسيره لا خسرتو مع المسيره لا ما خسرناش مع المسيره خاطر انا وياك باقي متاكد انا هذاك راه الروتور لا لالي في العيون 1-0
لا لي دورة جوج دورة جوج دورة جوج مع المسيح أنا جات مكناس كان مكناس لا لا بغيتهم تخاطر معكم كاملين تخاطر معكم كاملين أو كلام كبير كبير مع المسيرة بواحد الزر غتغلبني واقعي قلت لك بأنه الرجل طاقة تحكم على المدرب ولكن الشامبيونة في الديربي كتحكم على اللعاب ماشي على المدرب شكون اللي اللي عنده لا كاباسيتي دو اللي عنده قريحة ديال الديربي ولا عنده قدرة على المراجعه باش يقاوم الديربي لانه كاين الاجواء ديال الديربي في شكل وحده اجواء جمهور خدمه الزنقه في الدرب عائله كاين عندك اللي في الدار الودادي خصك معاه طالب معاه جو باش تناقش توايا هذا الموسم اللي كنهضروا عليه هو اللي الجمهور الرجاوي عاقل عليه مزيان هذا الموسم لا هذا الموسم اللي كدوي عليه هو ديال 5-0 شعبان ورمضان شعبان 3-0 في 5-1 3-0 في شعبان و5 في رمضان دابا مصطفى فاش في هذيك 5-1 خرجتوا ب 3-0 في لاميطون زعما جيمغي بيان سافوار في لاميطون نتوما بيناتكم جيتو كتقول واش بركه لا بلاتي لا بلاتي بلاتي اسمح لي ملي قلتي هاد بركه هاد بركه كانت فينا في 3-0 حيت كنا كيدورو لا انا عاقل كان عمر نجدار يطلع بالميطون هز هذوك ديال الشونجمون فيهم 3-0 كي يدير الجمهور بحالك احنا ديك الساعه فهمنا بان راه صافي بركه راه هاد الماتش غير سالي ثلاثه راه ما غتزيدوش واش صح هادشي كامل لا باش نقول لك كانت الفرقه طوب وهذا الشيء ما فيش نقاش ما كانش يربحنا حتى واحد انا نقول لك بهذه الكلمه الرجاء ما كان يربح حتى واحد هذيك الساعه ما تجيب باللعابه باي طريقه بالاربيط بكل شيء ما كان يربح حتى واحد لانه كان الناس عندهم هدف خصهم يديو لي دو تيتر كاس العرشو البطولة وكان في عيننا الشامبيونز ليغ لانه تعطلت الشامبيونز ليغ من 89 ل 95 96 97 7 سنين 8 سنين كان بروجي تاع المكتب المكتب تا هو كان يعني كيخطط لبزاف د الحوايج وكان التغيير ديال الفريق هذيك الساعه التغيير تبدل من جدر يعني كانت فيزيون غات الفيزيون واخا كيقولوا هما راه الحليب اللي كانت الحليب ما خمسة اللعابة اللي كانوا كيلعبوا الأربعة. المجموع اللي لعب كاع 11 وقيلة ولا 10 المجموع ديال الدراري. راه كان تيتا كيريح. مايبي كيريح. بوروين. بوروين حسن ريح ومشى في حاله. البوطي مشى. القوطي مشى وزوجات مشى. القوطي مشى. وزوجات مشى مشى الوداد لعبنا ضد الرجاء نيت. لا وعاد واحد القضية مصطفى الناس كينساوها. كان جرين. لعب في الوداد. وزوجات لعب في الوداد. في واحد فترة صغيرة. لعب في الوداد. انا بدا عقل واحد بدا قبل من هذيك لا بيريود لي زيسبوار ديال الرجاء راه واحد 3 سنين 4 سنين قبل عاد كانوا كيديروا راه انت غتكون عاقل ديك الساعه واحد الوقيته كان الجمهور اللي كيدخلوا يتفرجوا في زيسبوار لو فيدريدو بارفو كيكون اكثر من اللي كيتفرج لا بروميير ايكيب انا بعدا اللي باقي نعقل بعد مرات كنمشي كنا المهم كنمشيو عند الفرقه لوطيل ما كانت حتى مشكل كنا نطلعوا دو لي شومبر وباقي نعقل مصطفى خليف ولاعب الكارطه وكان عبوب زكريا وعبوب زكريا عنده ماتشي 16 ولا 17 عام هذه 97 ياك ياه لا مورا هو كيخرج عينيه وكيهذا وكي ابخي هادشي قلت لي مصطفى هذا مالو قال لي شي هذا راه الا مشى لعب تيتوير غيحكم في الرجاء مشى واحد 10 سنين ديك الساعه كان قالها وفيه ودخل ماركا ودخل ماركا بعدياتكم نتوما في فلاميتون رابح بثلاثه كتقول واش نزيدوا واش نقراطي ومارشاريير اش نديرو شوف ما كاينش قراطي حنا ما عندناش هذيك الفكره ديال قراطي ولا ما لا زعما تلعب شويه عليك تقول ما نتبليسه ما والو اولا كنا كنلعبوا الروسنا باش نقلبوا على النتيجه وثانيا كنلعبوا لذاك البيبليك اللي كان كيجي كيجي ساندنا كيجي ساندنا لانه كان الناس كيمشيو وكيضحيو رغم كان المشاكل وكان صداعات والناس كتقلب باش تمشي القدره الشرائيه ما كانش بحال دابا ماشي بحال دابا ولا ان فيستيفال في لي تريبين ولا ان سيفال كتشوف جمعيه عندها موارد ماديه ديالها اما بكري ما كانش راك عرفتي راك شتي كلشي بعينك كان جمهور واحد اخر ما كانش هذه القضيه ديال نزيدو نحبسو ما كانتش حنا الماركي ونبقاو الماركي وحتى نقولوا بركه تيحبس الارميد نرجع بكم للديربي هذا اللي حنا فيه قلنا نعاود مره نبداو نرجعوا شويه للتاريخ شحال وحنا متبعين في لي بودكاست اللي دوزنا كامل كنهضروا على ليفيكتيف وكارتيرون راه واش معاه الجروب كامل واش معاش واش ما كيبانش لكم انا في هذا الديربي هذا اللي جاي كارتيرون تحت التصرف ديالو كاع اللعابه دابا عنده كاع اللعابه حتى بما فيهم الورف اللي لان لا كوب داراب
ما فيهاش هذه القضيه ديال بحال كوب دافريك حتى تحل لا نوفيل مثلا هذا عاد تزيد لي جوار لا كوب داراب دابا صيفطوا مراسله راه ورفلي لي كاليفي دونك جميع اللعابات حتى مرات كارتورون ما هنا ما عندو حتى شي عذر. العذر الوحيد اللي عنده هو انه واش خدم معهم كاملين كما قال مصطفى وكلمه مهمه لي زوتوماتيزم هذا هو اللي كاين. واش هاد البطوله ماشي فيفا؟ لا ماشي فيفا ولكن كانت فيفا الورف اللي ما غيكاليفيش هي هو هذا الشيء اللي كاين دونك هو لا ما تسولني منير قال لك واش كلشي لعبه لا هو المشكل اللي مطروح فاش يعرف الرجاء جميع الفروق لي ريكروتمون اللي كيداروا ضعاف. انا غنجيب لعاب وعندي لعاب احسن منه في لي جون وكنجيبو بميزانيه علاش هذيك الميزانيه ما نجيبش فيها ثلاثه ولا اربعه ونعزل احسن. ويقدر مصطفى هذاك اللي جبتيه بالفلوس راه كان عندك في الاسبوار قبل 3 سنين ولا 4 سنين ومشى غير لاحظتي يا خويا منير اللعاب كيمشي للفرقه عاد باش كنجيبوه كنشريوه كيكون ديالك وكتشريه. ودابا اللعاب اللي كيدوروا في المغرب اللي مزياني في المغرب قلال احنا ميتولي مشى هو رجع للفرقه حيت ود الفرقه علاش ما نجيبوش بحال ميتولي وفينا هو بحال ميتولي وخصنا لقينا هالمشكل الراجا هادي الراجا خصها تجيب الكاباسيتي راه هادشي اللي هضر عليه راه 7 سنين وسونتر دو فورماسيون مزدود راه هادشي ما عمر راه هادشي راه كون وقع وقيتكم راه كره الفرقه ديال التسعينات كان فيها بزاف ديال الخاصيات كان او الاولى سي اون جينيراسيون جيل ذهبي جينيراسيون دوري فيها غير اللعابه الكبار. ثانيا كانت وراك هضرتي عليها كانت لا كولتور دو لا غاني خصني نربح راه لا ديكري دو فاسون سامبل خصني نربح انا خصني ماركي ما كيفرش ما بين خصني نجيب البريم داخل ونجيب البريم ستادير كان لي جوغ افي فان كومون دي هادشي ما كاينش دابا راه ما كاينش دابا دابا كنبغيو نمشيو نقلبوا على اللعاب اللي فورمي و بحال بري ابورتي بري اجوي جو طابل ماشي كاع جو طابل ولكن شوف ولكن موجود الرجاء باقا فيها لا انا الراي ديالي ماشي 100% ماشي 90% دابا كاين باقي اللعاب اللي كيجيو من كيجيو من الفرقه ولكن نقدروا نقولوا باللي راه تبدلات كره ستادير الى خديتي الريفيرونس ديالك واش تبدلات الكره الاحسن ولا الاقل كاين شي مسائل اللي احسن وكاين شي مسائل اللي مشاو ما نقدروش نقولوا كلشي نيجاتيف وما نقدروش نقولوا لا على ما خصناش نقولوا نيجاتيف وماشي كلشي بوزيتيف كاين نيجاتيف اللي غنقولوا نيجاتيف واحد لا بورسونتاج قليله خصنا الحاجه اللي انا مثلا لا كولتور د لاغاني شفتها في ديك الفرقه اللي مشات لكاس العالم في 2013 هادوك كانوا باغيين يربحوا كيف ما كان الحال هذيك بانت ليا شويه ديك لا كولتور د لاغان دابا ما كايناش في ليفيكتيف ديال اليوم ما كيبانوليش غادي يموتوا لا بحال بحال يموت المهم ماشي هذا العام العام اللي فات الفينال كونتر الترجي كانت بانت فرقه داخله مكونسونطريا باش تمشي تربح داك الماتش ومشاو يزون في ان ماتش بور لو غاني وربحوه شوف الماتش اللي حضرت ليه انا في كينشاسا حتى هو ديال سميتو ديال بالليل ديال الماتش روتور راه الدراري راه ماتوا تماك لا عارف واش هاد الديربي اسمح لي مصطفى واش هاد الديربي اللي جاي ما دخلش في هاد لا سيري ديال دوك لي ماتش الكبار اللي اللعاب اصلا كيكون ايوا سي صح اللي ذكرنا المره اللي فاتت راه هو اللي ماشي هي بريكاما وماشي اللي قلت قبيله راه اللي قلت مصطفى فاش قال لك واش عندك ليطا ديسبري سوليد باش زعما تابسوربي ديك لا بريسيون قدام داك الجمهور وحيت راه سان ديربي راه هذه اوعر حاجه بحال اللاعبين اللي كما قلت لك في كينشاسا ولاعبين بالليل والتيران سانتيتيك وكله عامر بالماء راه خصك فريمون جال باش ربحت 0 في لالي ربحت والله وكان غير يمشيك الماتش ربحت 0 ومع ذلك مع ذلك المدرب كيقول له ما ودي راه اون غيان في راه اون با على واحد القيصه دي سوربريز وفعلا داكشي اللي قال له هو اللي تراجع بالله حافظي ما لا هو كاين واحد المشكل بسيط ملي كيكونوا لي بيلي ديال الفرقه هما اللي كيأثروا لي غامص لي طاش تكون عندك سير سيستان كتكون عندك قريحه ديال بحالاش هاد لي بيلي ديما كنسمعوا هاد بحال مثلا لو كا ديال الفراقي الكبار بحال مثلا الرجاء لي بيلي فين واش لعاب في كل خط ولا ضروري شي واحد خصو يكون قديم ولا لا ضروري لونسيانيتي ضروري لان لونسيانيتي كتلعب واحد الدور كبير في جمع الفرقه وحتى لا فاسون ديال لا كومينيكاسيون خصها توصل بوجهه توصل بواحد الطريقه اللي حضاريه وفي نفس الوقت
والاكسبيريونس في نفس الوقت ملي ان كابيتان ديك يبغى نهضر مع اللاعب ما يردش عليه الهضره لانه في الصالح ديالو خص يكون واحد الاحترام يكون احترام لي ستان دوزيام اونترينور وكيشوف كلشي نجريو نتيريو نلوحو نغطسو نتنفسو نيجو نخسرو نعياو نتوقفو نطيحو ونعاودو ونزيدو ونكملو ونوصلو. الرياضة محتاجة ديما لتشجيع باش تدوم. ام دي جي اس نربحو الرياضة. نوصلوا دائما لهذا اللقاء مع مصطفى خليف. مصطفى خليف كيف لاحظتوا المستمعين ديالنا الكرام رجاويين ورجويات كنهضروا شويه على الديربي ديال دابا ولكن ضروري ما يمكنش نساو هذوك الشيء اللي داز وخاصه انك لعبتي ديربيات بزاف طيله واحد شحال من عام واشي 16 عام 16 عام مي كيقول لك 31 ديربي راه فهمتي خسرت خصم على جوج غيبان لك غيبان لك لو نومبر دو ماتش. دابا الا بغينا نرجعوا شي شويه للور شنو فهاد 31 ديربي ولا 32 ولا شحال لعبتي شي ديربي اللي تفيق الصباح تفكره هو اللي بقى لك في الراس؟ واه جيت نقول لك الديربيات كاملين لانه الديربي عنده واحد لو شارم زعما كاين من ناحيه لا الجمهور وكاين كاين شي واحد ولكن مصطفى انت تعقل على الديربي الاول اللي لعبتي غادي يكون غادي يكون باقي لاصق الدم خسرت فيه بجوج لواحد. شحال ربحتي من ديربي وتعادلتي وخسرتي شحال؟ خصوي صح اذا قال لك 31 ديربي تكون شي 18 ولا 18 وماركيت على الجول كاملين ديال الوداد كان كيماركي صح كان ديما كيماركي قاعد يجيني راسو الجول ماركيت عليهم ماركيت على جاكار ماركيت على بوفغي ماركيت على الشاب ماركيت على عزمي يعني وماركيت 5 لواحد بعدا وفي 3 0 الديربي عنده واحد الطابع ديالو خاص يعني ما راي لعب يتمنى يلعب هذاك الديربي. علاش انا كنقول لك الديربي كيلعبوا اول الفرقه راه تجيب شي واحد براني راه نقول لك واحد اللاعب لعب معنا ديربي لعب ان كاردور ولا 20 مينوت بالخطوات الا عقلتي الجزائري بالخطوات جاتو كره جاتو كره داخل طن 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 خرجوها ليه ضربها بالتيبيا طلعت لفوق راسو راس البوطو ما كاينش البوطو خاوي يماركا يدفع بحال كي ماركا بالخطوات غبر مبقاش سي ان غران جوور سي ان ميروديس واللاعب اللي داز في الجيري زعما كيلعب كبير الديربي كيلعبوه مولي ولا هضرنا على الكونترير شنو هو باش ما نهضروش ثاني غير على الرباحات شنو هو زعما لو سوفونير الخايب اللي داز في شي ديربي دو ديربي اللي تهرس فيه مين صح يلا مع شعيب مع شعيب كنا لعبنا السبت كنا رابحين 2-0 وتعدنا جوج كان جا من صح وكوفي داك العام ياك صح وكوفي نعم. ولعبنا الاربعه ماركه مديح و ماركاش كوفي لا ماركه مديح في ضربه فاضل ودخلت لا كانوا لاعبين على الرجو وخرج لهم من السنتر ومشى ماركه والديربي ديال جوج لواحد كنا رابحين بواحد 0 وخسرنا بجوج لواحد شنو واحد ما قلت 90 90 ماركه عندنا ابراهيم واقيلا ومصندا وكفره اييه قلت عرفت يعني الديربي صعيب شي واحد يجيبو من فرقه وتدخلوا يلعبوا واخا يكون واش واخا يهضروا عليها مصطفى بحال دابا بحال غنجيب داك شي لاعبين لعبوا بحال جبيلو وبالمامون حتى هما لعبوا الديربي رغم ان راه كان وقع لك شي سوء تفاهم مع جبيلو شي نهار في الفيستير شي كره ما عطيتيهاش ليه وبدا داك لا جبيلو لعب عنده زوير جبيلو كان تا هو كرون جوور ولكن انت هو غران جوور ومع ذلك ما لا هو باش تدخل المنظومه ديال الفريق الرجاء خصها تكون عندك واحد الميزه خصك تكون فنان سورتو ديك الساعه سورتو ديك الوقيته خصك تعرف مسوده كيفاش كيلعب وخصك تعرف خليف كيفاش كيلعب وخصك تعرف عمر كيفاش كيلعب الا بغيتي تلعب معاه في الميلو تاعك هاتي بصاف عمر كيفاش كيلعب حيت انا وعمر كنا كنلعبوا بلا عينين هو دابا عرفوا واش باغي غتعرفوا فين مشى مسودة كتعرفوا فين مشى ما يقدرش واحد غير يجي من فرقه اخرى وغيعرف مسودة كيف يمشي راه كنا لاعبين الرجاء والجيش في العربي الزاولي اييه عقلت عليها الكره انا وعمر
عطيتها لعمر دوز المستودع في البلاصه مستودع دار بحال اللي غيضرب قلب الجيش كامله كروشا لي فار كانوا دايرين لهاد الشيء ضروري شي حاجه قلت لها قلب الجيش كامله سي صح انا نسحب العربي انا نسحب العربي الزاولي راب والله العادي بصح بصح هذا الماتش هذا تاريخي ومستودع كيسحب راسه ما كاين والو كيسحب راسه ما كاين والو هو دار ديك اللعيبه ولكن كيسحب راسه ما دار في الخدمه ديالو قال انا ما درت والو ولكن راه دريبه دارت بيان سور هي واللوب ديال الحضريوي واه خلاص هي واللوب ديال الحضريوي ولا الا شتي دابا الجمهور الجمهور نمشيو دابا للجمهور ما بين الوداد والرجاء راه شده النايض دابا راه طالع من النيفو واش اقسام واش ما بين اللعابه كاين هادشي وفي وسط الماتش واش كاين هادشي وبدا تلقى في المنتخب واش كيشتاوكيش اسمح لي الا ما قلتي شي راك شديتوهم من 5 ل 1 راه كاين شي مشكل شوف الدراري صحابنا واخا كانوا صايمين لا الدراري صحابنا الدراري صحابنا يكذب عليك كذاب يقول لك راه كاين علاقه خايبه ما بين اللعابه العلم ولا الا كاين شي واحد ولا ايوا ضروري تكون اما انا كندوي لك على من 95 لور فخر الدين داودي بن عبيشه دابا موسى نضاوره صاحبي هو ده مبقاش راه ولا مغربي كذلك من 95 ل 2000 دري صحابنا كلهم ولكن لا جينيراسيون ديال من 2000 الفوق العلم لله واحد انت ما انا ما عرفتهمش العلم لله وبطبيعة الحال انا غادي نشد في الحسن ابرامي وغادي نشد في الشبوكي لان الشبوكي انا تلاقيت انا في قطر وكنجبدوا لي الخمسه كنجبدوا باش كتبد البيضه ديال الرضا ولا كنجبد كلشي لانه تعرفت عليه مزيان كليت انا وياه جلسنا تعرفت على مرتو تعرفت على ولادو زعما كاين يعني كانت علاقه الداودي لعبت انا وياه فرقه وحده يعني والداودي صاحبي ماشي كاين واحد السؤال اخر حتى هو اللي كيسولو بزاف الجمهور هو الكومبين واش بصح كان كيكون الكومبين لان حنا واحد لقيتها تعذبنا لقيتها كتدخل جوج 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 واحد لواحد سر سر الو الو ديرو التعادل التعادل زيرو لي جوج جوج واحد لقيتها ولينا كنقولوا واش فين هاد الهضره الكومبين كاينه ولا فين هاد الماتشات كانوا كيساليو تعادل وشوف نقول لك كاين نكذب عليك نقول لك ما كاينش نكذب عليك ودابا راه جاوبك في كلشي صافي الا قال لك فهمت فهمت الا قلت لك كاين كذب عليك كذب عليك قلت لك ما كاينش راه كذب عليك صافي فهمت لانه هذه ديال هو ما شاف والو لا كاين شي حوايج انت بعد عمرو ما دوى معك مصطفى شي نهار قال لك اودي انا ما غايقدروش يدوي معايا حيت انا اصلا انت شي مفروض ما كنبغيش نخسر وما كنبغيش اخر واحد يتذكر معك خصني نربح انا ما كان يهضرش معايا في النقاش ديال لا سميتو يهضرش معايا حنا علاش كانت كتضرنا هاد القضيه حيت جات فواحد لابيريود اللي الرجاء كانت حسن يعني كتقول راك داخل الديربي راك داخل غتربح شوف الديربي قلت لك الديربي كيبقى بوحدو وي راه كانت فرقه كتلعب كلاسيه الاولى كلاسيه الاولى وفرقه كتكون كلاسيه تروازيام ولا كاتريام وكتخسر وكتربح وهذاك ديال لي ماركاج ديال لي فاضيل والبينالتي ديال النجاري في الاخر دخلوها هادي انت راك عارف الاجواء ديال الديربي كيفاش دايره راه دابا في الدار الا كان عندك ودادي خصك طالب معاش ومعاه بيان سير مشكل غنقير حتى وياه الشهر 15 يوم كذلك كتمشي الاقسام كتمشي للخدمات كتمشي مشكله الزنقه القهوه كلشي كيهضر على الديربي واحد 15 يوم كله كتهضر على الديربي كيشوفوا الاجواء ديال الديربي دابا وليتي كتشوف الديربي ما فيهش كره ولكن فيه بيبليك بيبليك هذاك الشيء ديال بصح الاغاني ديال الاغاني ولا داك الشيء ديال لي تيفو ولا داك الشيء ولكن واخا هكاك داك الشيء كيبقى مزيان زوين ولكن لا 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 بلاتي زوين وخوتنا وكل شيء وحبابنا ولكن بعد مرات كتكون الرجاء الشغب ما خصوش يكون لا الشغب ما نهضروش عليه لا كنقول لك في التيران دابا الرجاء بار اكزومبل كتكون مثلا خاصها تماركي شي بيت ولا جوج خاصها تكون في لاميتون الاولى وهما كيغنيو انا جامغي بيان يديروا لا بريسيون على الفريق الخصم وين كيتموبيليزا يشدوا يصفروا سير والاغاني ديالكم غنيوها من بعد شي نهار فهمتي فاش تكون الامور بخير بصح نيت واحد السؤال اخر خرجوا شويه من الديربي كنا كنهضروا على لي ماتش كيتلعبوا على لي ديتاي انا عاقل الفينال ديال جول فيلز فلالي ضرب شي واحد الكره ضربها جوج برا انا عاقل عليها ضربات هنا وهنا لهي وكنا باقيين 0-0 صدقنا خاسرين 1-0 وراجعين لهنا تعذبنا باش تمارك هذاك البيش عقلتي مستودع كله دم وعطاها النزير ماركاها شنو قلتوا مع راسكم ديك الساعه اللي الماتش كنتو غتربحوا له صدقتوا خاسرينو حتى وليتو كتقلبوا على التعادل اللي ماركا واقيلا فشي كدا 70 ولا ما نسينا الروتور ملي كنا في جولد فيز نسينا الروتور بهذاك الشيء اللي طرنا في غانا انا خديت لا دوزيام افيرتيسمون وليت كنفكر
شكون اللي غادي يلعب؟ جمال السلامي خدا الدوزيام انفيرتيسمون، بكاري خدا الدوزيام انفيرتيسمون، دابا 3 جوور لي بيلي ما كاينينش. وتحيد 3 جوور من ليكيب، عمر كان بليسي يلا بدا كي بريباري وحيد بزز باش لعب في الروتور وما لعبش كاع رضا مونت كومبيتيسيون، واخا تعول عليه ولكن دار كرون ماتش رضا عقلت هذيك الماتش كان 14-1 في لا ليست اللي عقلت 14-1 دوسنا ربع دقالي اسلام دقالي كجوار بحال الجوار جوار باش سميتو، ولكن دري كانوا رجاله لانه كتعرف حتى النفس ملي كتكون عندك واحد النفس عزيزه وكتبغي تادي الواجب اللي عليك كيجيب الله تيسير. لعبوا الدري حتى الاخر مطاف وسندناهم الى لاحظتي كنت انا جالس حدا واحد راه هذا الشيء بنقول لك يلا واحد لقيتها بالمامون بالمامون ولا لعب معايا انا انا اللي وليت كنسير فيه حيت العبار يضروا حيت وتقريبا من نهار جام ما لعبش هو ماشي البوست ديالو كون كيلعب في السنترال بيان سور، ورغم ذلك دوز بارتي مزيانه وجاب الله تيسير راك عرفتي الاجواء كي دازت. انا بغيت نفتح واحد القوس ما بغيتش نفوتها، هذا الوحيد كيقول لك راه دات تشامبيونز ليغ مع الرجاء فعلا لقب لعبت ثلاثه الماتشات في تشامبيونز ليغ لعب في جنوب افريقيا ولا لي روتور مع جولد فيلد لقب راه ساهم فيه مولدوفان وساهم فيه العماري الله يرحمه الله يرحمه وبوشتا وبالاخص العماري الله يرحمه لعبنا دو ماتش معاه خيبين مادو ديال جوليبا ولا لا لعب في انغولا في انغولا واحد لواحد خيب واحد لواحد واحد لواحد وربحناهم في كازا بوشتا اللي ربحهم في كازا 4-0 مع العماري ربحتو اورلاندو في كازا في كازا وخسرتو مع اتحاد العاصمة اتحاد العاصمة هنا بلاد زيري حاج عدلان بلاد زيري كانوا دي زيرور وقعوا في بغيت نسد لنا واحد راه ماشي بوحدك اللي لا كانوا تروز اونترينور وكانت اون جينيراسيون تاع هي حتى هذيك الساعه ماشي هو جبلي كانتريني بهم انا بيني لي اون دو ديبار تصور منير هذيك لا جينيراسيون 8 في ليكيب ناسيونال ولي بيلي في الفرقه وتظلموا بزاف ليكيب ناسيونال ليكيب ناسيونال ماشي نورمال هذه سنة الحياة كاين اللي عنده لا شونس كيلعب واخا كيكون مويا ولكن ما فيها باس ملي حنا داوين حنا مالين الدار هذا شكون اللي تظلم في ليكيب ناسيونال لا من الراجل بلاتي من الراجل لا انا نقول لك انا ما جبتش انا ما جبتش راسي لا تنسى واخا ما جبتش راسي السوداء ونزير انا بالنسبة لي هذا السؤال خاصك تقول باش تكون ساهل شكون اللي ما تظلمش هما اللي قلال ودير ان بوان دانتيغاسيون الا بغيتي يجاوبك دغيا قول لي شكون اللي ما تظلمش اما اللي تظلموا راه عرفتي شحال نجبدوا تجبد بزاف رضا الرياحي عشرة تجبد انا رضا الرياحي فجر الرجاء وخص الجمهور يعرف بان كان كيعيبوا على غلام في المجيه ديالو الثانيه مع الثالثه على اساس انه ما كانش كيبغي تالينيا باش يشريو اللعابه فراسك بان غلام اول واحد هز البارة 80 مليون ديك الساعه كانت 20 30 الى طرتي 40 80 مليون جديده بغى الرجاء بغات رضا رياحي والزياتي في المحمديه خدوا 80 مليون سنا لهم مي رضا رياحي ايتي رونطابل واحد الدرجه ما تصورش بونس كو احسن ترانسفير دار في تاريخ البطوله زعما ما نهضروش وعطى عرفتي شنو اللعبه 80 مليون جديده في هذيك اللحظه في هو اللي توب عندهم وجا للرجاء ورغم ذلك جلس بونتوشا لانه ما كاينش ما جاش تيتولار من الاول لا ما جاش ما جاش راه قال شي 3 موا بحال هكاك حتى بقى واحد دو ماتش ولا الجولد فيز عاد باش دخل يلعب Afrique tes routes évoluent tes rues deviennent des voies rapides tes carrefours des échangeurs tes habitants aspirent à une vie meilleure sur le continent à la croissance la plus rapide au monde l'air est rempli d'espoir d'énergie et d'initiative Nous sommes Ola Energy. Nous sommes avec vous dans plus de 1000 stations-service et nous vous accompagnons sur les routes de 17 pays d'Afrique. Ola Energy, prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Energy la plus proche. هو الجمهور مثلا هاد لا سيزون هادي راه قبل ما تبدا لا سيزون بغينا انتدابات بغينا جناح بغينا هذا بغينا وما حدك ما جبتيش دوك الربعه ديال لي زيترونجي جيبوا لنا لي ترونجي اللي غادي يزيد سميتو غادي يزيد يعطي اضافه واش هادشي كان ولا كان ما كانش هاد لابريسيون دابا ولات واحد لابريسيون صعيبه شوف ولاو كاع لا لي ريزو سوسيو بدا كل اللي ما كانش لي ريزو سوسيو ولا كيقول لك انا بغيت دابا حيت دغيا كتوصل دابا المشكل دغيا كيوصل الجمهور هادو دابا واخا كانوا شي مشاكل ولكن باش توصل الجمهور كتاخذ وقت
بعدا كانت واحد لا بريسيون كيديروها ليسبوار. لا دابا الجمهور كيجي كيتفرج في ليسبوار كيبان لي هذا راه خصو يطلع هذا خصو يطلع هذا خصو يطلع هذه اللي كان هذا ما نهضروش عليه. لا بريس هي عاونت في هذا الشيء, عاونت في انتشار المواقع الالكترونيه تا هما عاونوا في هذا الشيء. واحد كيمشي صور فيديو كيلوح بق ها كاين ها كاين, ما كاينش هذاك الشيء من اساسه. مشكل تطرح كيتكتب كيلوحوا كيتنشر هذاك الشيء. انا اللي بغيت نقول لك هو الجمهور من حقه يطالب, ولكن ما يفرضش عليا اللي طالب نفرض عليك مستر. لا ما يفرضش عليا, انا عندي ان بروجي. واش بغيت ندي الشامبيونه ولا كوب دافريك وكاس العرب وكاس العرش, ولا خصني نقوم لهادشي؟ هو الا عندي دو بروجي خصني نديهم, خصها تكون عندي. هو الفرق اللي كاين مصطفى وقيلا سكو ملي كتكون الفرقه دايره وكتربح وكتدي لي تيتر تقدر تسيبورتي لا بريسيون ديال الجمهور. سي تادير ايماجيني من مورا لا فيكتوار, لا فيكتوار لا فيكتوار ضروري لا فيكتوار كتحيد كتسمحي بحال في 97 97 راجا سالات مدي البطوله مدي لا كوب دافريك مدي 17 نقطه ما عندهمش علاش يضاربوا. الجمهور شي طالب ما عندهم يطالب الجمهور ديك الساعه يقول لك جيبي يا جاني حيت لا فيكتوار كتمحي كتمحي لي طاش. دابا سي بلو ديفيسيل. دابا كوميم راجا راه صحنا ما داتش البطوله نورمال الجمهور غادي يطلب خص لعابه خص لعابه خص لعابه. ابخي انت كما قلتي الا كان الا كان الا كانوا لي ديريجون عارفين واثقين من البروجي ديالهم راه غادي يديروا داكشي اللي في راسهم باسيدي. ولكن ملي ما كيكونوش لي ريزولطا اون باراليل ضروري. انا دابا كندوي معاك في لا رياليتي, كندوي معاك في الحقيقه اللي خصو يدار اللي خصو يدار. حنا نديروا عاد ديك 50% نديروا ديك 50% على الاقل. عندي شامبيونه خصني نديها باش نلعب لا كوب دافريك. لكن انا ما متفقش معك مهدي من هضرتي قلتي مما كيكونوش. دابا هذا العام كاين النتيجه راه ديتي جوج ديال الكؤوس ديال افريقيا وراه الصيف كان سخون. جي بغيت هذا وبغيت هذا حيت دابا حتى يا جومشا لا واحد الجمهور كتبان لي الشامبيونز ليغ ماشي غديوها ولا كتبان لي غنلعبوا الشامبيونز ليغ. سي ان اوتر نيفو ثاني يعني فو با والبطوله تاعي شحال هذه مديتها. وفي الصيف لعبتي مع بريكاما وفاش لعبتي مع بريكاما سوا ديزون بان لهم داكشي ما خدامش كوليبالي هادشي اللي كاين. هاد الديربي حيت ديربي راه ماشي غير حنايا الراجل اللي كنفكروا بحال هكا. حتى هما كيفكروا حتى الوداد كيربحوه بلو كور وكيربحوه بهذا الشيء اللي قلتي دابا. اللي كيربح هو اللي كيدير شي حاجه اون بلوس اون بلوس. سي تادير مثلا انا ولا كيدير ثلاثه الحوايج دو بلوس. انا شنو هو المشكل اللي عندي ثلاثه الحوايج دو بلوس سكو هاد لا سيتوياسيون جديده. انت تلعب ماتش الي روتور راه يقدر يقول عرفتي شنو حنا غنلعبوا الماتش ديال الروتور هو اللي غادي يفرق ما بيناتنا وهنا ندوزوا هاد الماتش الي. كاينين هادو انا عندي هاد الاحساس ان الماتش الي غادي غير ندوزوا. لا ولكن الماتش الي اللي ربحتي به ريزلت كبيره ولكن عاوتاني الا خديتي لي ريسك وصدقتي خاسر حيت دابا الا اونكيسيتي في هذا الماتش البوت انا غايديروا الفران بجوج بانوا لي غايديروا لو فران وغايلعبوا كل بجوج على بحال العاده غيبغيو يفكوا الاخر يبغيو. ولكن انا كنظن انا كنظن 0-0 جاي كيجري. لا كنظن انا الوداد والرجاء ما كاينش الا غيلعب على 0-0 يقدر عند راسو راه خسر ماتش روتور ما باش عرف راسو غيكون في الطوب باش يربح. مصطفى قبيله باش عرف راسو هذيك الافيكتيف اللي دخلت غتكون صحيحه لا سومين بروشين. المشكل ماشي ميم با لا سومين بروشين غيلعبوا حتى لا فان دو مو باش عرفتي هذوك لي جوور الله يحفظ لا قدر الله بليسي ولا شي حاجه. لا انا عندي ان ماتش نعيش لوجور لو ميم نربح هذاك ويحن الله وسير بقى نتسنى في الماتش روتور. مصطفى بغيت نسولك يمكن منير اوبري سولك على الميليو تيران اكتويل. انت كلاعب سابق في الرجاء ولعبتي مع كيفاش كتشوف متولي او سان ديو رجاء؟ واش فريمون هذيك لا فالور اجوتي اللي بغاوها تكون وكما قلتي انت لي بيليي بحالو بحال بانون مثلا غنقولوا بحال شاكير باسكو شاكير فاش رجع الميليو ديفونسيف مع اسفي بيتات كل ليكيليب رجع هو نقوم هو والاخر الوردي. انت كي كيبان لك مثلا متولي واش خصو يكون نهار السبت اش من الا كان خصو يكون نصب اش من بوست اش فين يقدر يلعب؟ هو محسن السنجور اللي ما لا هذه ما تكلموش عليها. لا لا ان جور اللي عنده لي كاباسيتي كبار هو عنده قلب هذا الشيء كاع اللي قلتي كاين. هو محسن الا طاح في الميليو ما كيبقاش في دونجي يعني خصو يبقى في الدروات. هو البوان فور ديالو هو الانتير الاخراني ديال الخصم 30 متر الاخر كو كان
حافظي بري نعطيك اليقين ريزلت غتكون لصالح الرجاء. دابا حاليا المشكل دابا حافظي ما كاينش. حاليا المشكل فين كاين؟ انت بغيتي تاكسبلوطي انا نقول لك المشكل. انا غادي نرد لك المشكل فين كاين. المشكل كاين في ميلو تيرا لي بال ما كيوصلوش لاطاك باش تحكم على لاطاك واش مزيان ولا خيبه. لا ديرنيير باس باقا ضعيفه. حتى لا رولونس لا لا رولونس بانو كيخرج لا رولونس مزيانه. سان جوور اللي يقدر يلعب لك ميلو تيرا ولكن اشنو غتلعب في لاكس؟ هذا هو المشكل. علاش انا كنقول لك لو ريكروتمون خصهم يكونوا بهذه الطريقه 1 زائد 1 تساوي 2 ماشي ندير 1 زائد 1 تساوي 3. هنا فين كيخطط المدرب اشنو عندي في البونتوش. يعني من تولي فاش كيدخل ميليو كبغي تقول لي بان حيت ما كيوصلوش الكوار لانه لا اكيد ما كيوصلوش الكوري الخطر ما كيبقاش على ليكيب ادفيرس حيت لو بوين فور لو بوين فور اللي بان فيه محسن متولي فين في لاطاك في لاطاك دخلوا الميليو تيران باش يضرب مسافه وعاد متولي دابا ماشي هو متولي مشكل متولي كي 2013 متولي ديال دابا ماشي هو متولي ديال دي فيزيكمون ما بقاش لا ميم شوز ما بقاش عنده ديك ليكسبوزيفيتي اللي كان ديالو كيبقى ضروري 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 على الاقل يعطي واحد الشحنه لهذوك اللعابه اللي كاينين تصور. مصطفى خليف زعما الا طلقوا لنا الوقت هنا راه نبقاو معك حتى الصباح وتصحونا ما عندناش مشكل ولكن ان شاء الله نتمنوا فرص اخرى بحول الله لانه هذه الحلقه هذه البودكاست هذا اللي كيسمعونا راح نجمعنا فيها بيرجيكو جمعنا فيها اولاد الاولاد وجمعنا فيها حتى انستغرام ستوري تاعي الاجيال اللي راه كلهم صنعوا التاريخ ديال الفريق رجاء البيضاوي اللي ما يمكنش تنسى أجيال اللعابة القدام ولا واحد عنده حق اللي مات الله يرحمه اللي باقي حي الله يطول لي عمره. يعني هذه راه رجاء ماشي توقعات ديالك للديربي و طبيعة الحال غادي نبغي فرقتي تربح. لا من غير داكشي اللي كتبغي انت اش كتقول دابا الا تحطوا قدامك بجوج الفراقي شنو حنا نديروا شويه ديال توقع توقع صعيب لانه ما كايناش لا رياليتي في الديربي. زعم نزعم انزروا الرجاء. يوسف التوقع ديالي على بركه الله 0-0. مهدي انا ما نقولش التوقع نقول شنو باغي شنو باغي راه شنو باغي كلشي عارفين عارفين كشنو باغي الربح بلا ما اونكيسي. طب طبيعه الحال انت كتفكر في الروتور يعني سي اون تو دوموند دو سيني لا 1-0 ان سيني ليها فاضل انا باللي 0-0 بحال يوسف. انت منير بقا تشوفيني انا انت باغي تربح انا غنشد انا غنشد العصا من الوسط ودابا حشومه معنا واحد السيد رابح بثلاثه وراح بخمسه وحنا باغيين 1-0. انا غادي نقول لكم التوقع ديالي مورا الماتش ان شاء الله. لا هي مزيانه مزيانه تربح بور لو مورال بيان سور. ها هو راك تروتور لانه الى اونكيسيتي عاوتاني كتفكر في هذاك الشيء اللي مشكل. على اي كنشكركم جزيل الشكر ان شاء الله غادي نتلاقاو في مناسبه اخرى مقبله ان شاء الله. البودكاست المقبل غادي يكون ان شاء الله الاسبوع المقبل بحول الله. كنضرب لكم موعد دائما وانتم اوفياء على راديو رجاء. الى اللقاء. برنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.